قصة الصبي الأكثر حكمة من أبيه. عاد الأب إلى المنزل من العمل منهك ومتعب جداً، فاستقبله طفله بحرارة وقال له: لماذا لم تعد تلعب معي يا أبتي كالسابق؟ اشتقت لك كثيراً يا أبي. فأجاب الأب: وأنا أيضاً، ولكن وقتي ثمين ولا يمكنني إضاعته باللعب معك. فرد الابن: أعطني فقط ساعة، ساعة واحدة من وقتك. فرد الأب بنبرة استخفاف: هذه الساعة أكسب فيها ما لا يقل عن 100 دينار، كيف لي أن أضيعها معك يا بني؟ كسر خاطر الابن، ومضت الأيام حتى جاء يوما أصر فيه الابن على الأم أن تذهب به إلى مكان عمل الأب، ففعل ذلك. وفور وصولهم إلى مكان العمل طلب من أبيه 5 دنانير، فغضب الأب وصرخ فيه: أترك لك المال يوميا، أين تذهب بالنقود أيم؟ أنزل الابن رأسه وعاد إلى المنزل مكسورا خائبا. وفي نهاية اليوم دخل والده إلى غرفة الصبي مراضيا له وأعطاه الدنانير 5 التي طلبها. طار الولد فرحا، رفع وسادته وسحب نقودا كانت تحتها. هنا دهش الأب وصاح غاضبا: كل هذه النقود وتسألني المزيد؟ فرد الابن متلهفا: ليست لي يا أبي، ليست لي، هذه النقود لك يا أبتي، كنت أجمع ما تعطيني وكان ينقصني 5 دنانير لتكتمل 100، والآن خذ يا أبي 100 دينار واعطني ساعة من وقتك، اشتقت لك يا أبي كثيرا. تأثر الأب كثيرا وأحس أنه مقصر بحق الطفل والعائلة، وأدرك أن الحياة لا تعني جمع الأموال في الجيوب، بل جمع الأحبة في القلوب.